مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. مساء جديد وإطلالة عبر في الموعد. اليوم نجوب في هذه الحلقة على نسق الدوباي وعلى هذه الأبيات الشعرية المدوزنة بألق الحروف الجميلة البسيطة العادية. نلتقيكم في حلقة جديدة بالتأكيد ومساحة جديدة فيها دوحة شعرية في أمسية نتكئ على ضفاف الإبداع من خلال هذه الأمسية، ويعني جمال وسحر الكلمات من خلال الأشعار السودانية اللي كثيرين مننا بحب هذه الأشعار وكثيرين مننا بيقف عليها وقفة حب واحترام. شعر البادية هو بالتأكيد عنده تأثير كبير جدا في نفوس كل السودانيين. إحنا كنا في واحدة من البرامج الرمضانية عبر قناة الشروق أنتجنا واحدة من البرامج الشعرية اللي هي تمس كل وجدان السودانيين، وشعر البادية بالتأكيد عنده مساحة جميلة جدا، وكان واحد من البرامج ذات الطابع المسابقات، ويمكن هي من الحاجات اللي بتحفز الشعراء على انها تكون على انهم يكونوا عطائين في الليالي الشعريه. نزعت كثير انه نستضيف بعض فرسان واعضاء لجنه تحكيم البرنامج اللي بالتاكيد هو ناجح جدا جدا، دي شهاده مني انا خليك من المشاهدين، وامير شعراء الباديه في رمضان للعام 2018. اكيد ان الكثيرين يترقبون اعلان امير شعراء الباديه من خلال هذه الحلقه. اهلا ومرحبا بكم، وسعيده جدا ان استضيف واحد من اصحاب هذا البيت، البيت الكبير. اهلا ومرحبا بك دكتور محمد الفاتح ابو عاقله، وخلينا نبدا في البدايه مع كل الساده المشاهدين بعد الترحيب نتعرف على هذا البرنامج ونتعرف على كواليس هذا البرنامج. في البدايه نقول لك مساء الخير. مساء النور ومساء الخيرات والبركات، وبارك الله فيك على هذه الاستضافه التي نتمنى ان تكون طيبه وخفيفه ورشيقه على المشاهد الكريم في قناه بالتأكيد حتكون نعم خفيفه وحتكون رشيقه لانه هي عنوان الشعر. نعم، والشعر كل الناس بتحب الشعر بالتأكيد. لا شك، حنتواصل مع كل متابعينا ويعني نستعيد بالذاكره هذا البرنامج الجميل امير امراء الباديه من خلال هذا الفيديو. ابقوا معنا. أمير شعراء البادية في رمضان. نعم، ويعني الناس طبعا منتظرة هذا الفرح الجميل في هذه المسابقة. خلينا في البداية نتكلم عن فكرة وتنفيذ هذا البرنامج، يعني وحتى أهداف هذا البرنامج في مساحة أولى أو في محور أول. نعم، هذا البرنامج أمير شعراء البادية جاءت فكرته من الأخ المنتج عثمان عدلان توير، وتقدم بهذه الفكرة وجلسنا معه للتشاور في تقديم برنامج يحشد شعراء البادية. ونحن في هذه المرحلة نحسب أن الشعر الشعبي في السودان يقوم بدور متميز جدا في رتق النسيج المجتمعي وفي حفظ الموروث السوداني وفي تأسيس القيم والمفاهيم والخبرات التي يمتلكها الإنسان السوداني في كل بوادي السودان. نعم. فكانت الدعوة لعدد من الشعراء في مناطق السودان المختلفة ليحضروا إلى هذا البرنامج ليتسابقوا ويقدموا أعمالهم. نعم. أمام المشاهد الكريم ليتم الفرز لهذه الأعمال لتكون المحصلة النهائية شاعر متميز يسمى أمير شعراء البادية. نعم. على مستوى هذا البرنامج. نعم. وفعلا كان ذلك، كان هنالك أميرا بالتأكيد في هذا البرنامج. نعم، وسيعلن هذا الأمير. تم التشاور وإعداد فكرة البرنامج وأهدافه، وأهداف هذا البرنامج أهداف سابقة كبيرة جدا تتمثل في توثيق الموروث الشعبي السوداني وحشد عطاء الشعراء في البوادي البعيدة الذين هم
دائما يكونون في مساحة الله رصد وفي مساحة الظل العميق، لأنهم في مناطق بعيدة من الأجهزة الإعلامية. فأن يوظف برنامج لحشد هذه الإبداعات في خلال شهر رمضان الكريم الذي يتوافق هذا البرنامج مع الجو الرمضاني المشبع بالمواجيد وبالأشواق وبالنقاء وبالصفاء، فأمثل برنامج يخاطب هذه المواجيد هو الشعر الشعبي. صحيح. لأن الشعر، نعم، لأن الشعر الشعبي يعني بأنساقه المختلفة بالدوباي وبالشاشاي وبالهوهاي وبالمسادير وبتر اللوم وبالجابودي وبالبوخسة وبالأمداح، بكل الأنساق. هذه الأنساق هي محامل لذاتية الإنسان السوداني وأشواق الإنسان السوداني وهموم الإنسان السوداني. فهذا البرنامج عبارة عن نافذة للحياة السودانية من خلال الشعر الشعبي. ولقد كان تنفيذ هذا البرنامج من خلال فضائية الشروق، وأنا يعني أشيد بهذا العطاء المتميز جدا، وأتمنى أن يتواصل هذا العطاء في المستقبل القريب إن شاء الله، وأن تكون هناك مواسم لهذا البرنامج الذي في نسخته الأولى حشد ما يقارب 50 شاعرا. نعم، وإحنا كذلك وشاعر، نعم، تنادوا من جميع أنحاء السودان. نعم. وبدأ التنافس الحر المفتوح، وجلست اللجنة التي تتكون من شخص الكريم والأخ الدكتور سعد عبد القادر العاقب جامعة بحري، والأخ الدكتور مزمل حسن يوسف، وهي لجنة يعني ذات كفاءة عالية جدا، وهي جديرة بالتقييم الأكاديمي والفني لهذه الأعمال، ووضعت المعايير التي من خلالها يتم الفرز والتقييم لهذه الأعمال. شعر البادية من الشعر المحبب للكثيرين. نعم. وبعدين يعني خصوصا المهاجرين يعني في خارج السودان، هم دائما ما يعني يكون عندهم حنين مع هذا النوع من الشعر. خلينا نتكلم شوية عن معايير اختيار الأمير، لأنه طبعا في ترقب الآن لإعلان أمير شعراء البادية. عشان نقرب المسافة شوية، نتحدث عن هذه المعايير، إذا كانت لغوية، إذا كانت أدائية، إذا كانت متعلقة حتى باختيار نص معين يتزامن مع الفترة يعني اللي إحنا فيها، الفترة الانتقالية. الحقيقة المعايير التي وضعتها اللجنة هي معايير علمية دقيقة، ولديهم استمارة للتحكيم. هذه الاستمارة بها درجات لأوزان هذه المعايير. وزن القاموس اللغوي، نعم، له درجة، وهذا القاموس اللغوي يتفاوت من شاعر إلى آخر أو بين شاعر وآخر. فانتخاب القواميس اللغوية التي لاكتها ألسن الشعراء قديما، نطالب الشاعر بأن يجدد على مستوى هذا القاموس، وأن يحسن رصف الألفاظ مع بعضها البعض. لهذا يأتي معيار الموسيقى أو الوزن. وأوزان شعر الدوباي أوزان معلومة. وهناك أحيانا شعراء يجيدون ضبط هذه الموازين، وهنا يتفاوت الشعراء. إذن معيار الموسيقى هو معيار من المعايير التي يحصل الشاعر فيها على درجة تزيد وتقل على حسب مقدرة الشاعر. أيضا معيار الصور الجمالية وتركيب الصورة الشعرية. صحيح. هناك شعراء يأتون بصور جديدة لم ترد لدى الشعراء الذين سبقوهم. لهذا يبعد هذا الشاعر عن المباشرة وعن الهتافية وعن الصور المكررة، يأتي بصور جديدة. ممتاز. هذا أيضا معيار من المعايير. الموضوع الذي يتناوله الشاعر أيضا معيار من المعايير التي لها درجة من الدرجات التي ترصدها اللجنة المكونة من أخي دكتور سعد ودكتور. هل الموضوع هو يعني عفوا مشروط بزمان أو مكان أو عهد معين أو مفتوح في هذه المسألة؟ الأمر مفتوح كان في البرنامج، أن ينتخب الشاعر الموضوع الذي يراه مناسبا. ومن حسن الصدف أن هذا البرنامج تزامن مع الحراك الشعبي المجتمعي والثورة التي انتظمت السودان. وكان لهذه الثورة انعكاس واضح جدا خلال هذا البرنامج. نعم. ونهضة الإنسان السوداني وطموحه إلى مستقبل أفضل، فكان الشعراء في الحدث تماما. وهذه المعايير لها درجات علمية رصدتها اللجنة في جانب اللغة وجانب الألفاظ وجانب الصور الشعرية والأداء يعني الموسيقي وجانب الحضور الأدائي أيضا. له درجة.
طيب هذه الاستمارة استمارة محكمة علمية بحكم أن هذه اللجنة لجنة من أساتذة جامعات يعرفون أو يحسنون دائما تقييم هذه الأعمال الأدبية. ممتاز. إحنا يمكن يعني قلت البرامج التسابقية، يمكن في كثير من الأحيان بنفتقد هذا النوع من البرامج. نعم. اللي بيدي المبدعين بالتأكيد دافعية. نعم. في شتى المجالات، في شتى مجالات الفنون، إذا كان حتى ركزنا على الشعر. نعم. فيبقى ده يعني ضرب مهم جدا من ضروب الفنون، ولولاه لما قامت الفنون الأخرى. نعم. فنتحدث عن شروط هذه المسابقة، إذا أنا كنت فعلا شاعر وعايزة أشترك في أمير شعراء البادية، ما هو الشرط الأساسي عشان أشترك في هذه المسابقة؟ الشرط الأساسي هو ليست هناك شروط، ما دمت أنت كشاعر أو أنت كشاعرة، وهناك شاعرات شاركنا في هذا البرنامج. تحية للشاعرات. نعم، تحية للشاعرات. نعم. وهناك شاعرة وصلت في 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 مرتبة من المراتب المتقدمة كما سيرد إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الشروط هي شروط مفتوحة، الشاعر ومدى ثقة هذا الشاعر في قدراته كشاعر، أو أن يكون هو كاسم من الأسماء المطروحة في فضاء الثقافة. نعم. السودانية. وأن يثق في قدراته. وأن يكون لديه الإنتاج الكافي لينافس، لأن المراحل بتاعت التنافس مراحل التنافس طويلة. وتحتاج في كل مرحلة إلى نص جديد. نعم. ويكون الشاعر قادر على إنتاج أعمال جديدة. هذه هي الشروط، وليس هناك شرط في مسألة العمر والسن والجنس وهذه أو النوع. أو النوع. نعم. فهذه مسائل مفتوحة، الشاعر يأتي ويسجل يسجل اسمه على أنه كراقب في هذه المشاركة في هذا التنافس، ومن كل بوادي السودان. من كل بوادي السودان، هذه مسألة مهمة جدا. نعم. لتتنوع الأصوات الشعرية. وبكل الأنساق، أنساق الشعر الشعبي. فلم يكن هناك يعني شرط صارم للمشاركة، المشاركة مفتوحة لكل شعراء الشعر الشعبي في السودان. الشعر البادي هو من الأشعار المحببة، لأن هو يعني شعر مش هو سهل، لكن هو بسيط جدا، بيدخل يعني إلى القلوب. نعم. قد يكون في المتناول أيضا لكل السودانيين. نعم. أنواع القصائد الشعرية اللي كانت موجودة في يعني أمراء البادية. أه. يمكن كانت هي جميلة جدا، وعلى نسق يعني على حسب الناس اللي شاهدوا هذه الأعمال. نعم. خلينا نتكلم برضو عن الأنواع الشعرية الموجودة كانت في هذه المسابقة. الأنواع الشعرية التي شارك بها الشعراء هي الأنواع كثيرة الحقيقة، لكن الشعراء الذين جاءوا للنسخة الأولى من البرنامج تركزت أنواعهم أو أعمالهم في مربع الدوباي وفي المسادير. وفي مربع الدوباي تتفاوت هذه الأنساق بين البحر القصير والبحر العريض، بمعنى أنه أحيانا يدخل نفس الشاشاي أي البحر القصير، وأحيانا يجنح الشعراء أو جنح الشعراء في هذه الحلقة إلى البحر العريض في مربع الدوباي، وبنيت عليه مسادير، والمسدار هو لفظا من سدرة، أي انطلق لا يلوي على شيء. وسدرة احيانا، وبعض النقاد او بعض اهل اللغه، بعض اهل اللغه يرجعونها الى سردة اي حكى. ما دام منجج صادره وسادره في المزدار شنجابر على الحشو والملود الحار. فالمزدار هو رحله مكانيه او زمانيه من مكان الى اخر، بيكون فيها وصف للرحله دي ذاتها، في هذه الرحله. فالمزدار عباره عن رحله بالشعر، وفيها وصف لكل الاماكن، ووصف للطبيعة، وصف لما يصادف الشاعر ونسميه الصدف. كل ما يصادف الشاعر نجده في متن المزدار. إذن المزدار عبارة عن رحلة جغرافية، طبوغرافية، طبيعية، مكانية، وأحيانا قد تكون الرحلة زمانية، بأن يسافر الشاعر في فصول السنة كما فعل عبد الله حمد الشوراني عليه رحمة الله في مزدار العين. يسافر في 28 عينة، وكل عينة 13 يوم، يقفل لنا فصول السنة كلها. غاب نجم النطح، الحر علينا اشتد، ضيقنا قصر ليله، نهار امتد، نظرة المنه للقانون بقيت اتحدى فتح عندي منطقة الغوم اللي انسد. يا سلام. فهذا التنوع كان على إيقاع هذا الجمال الشعري دكتور محمد الفاتح أبو عاقلة. وبعض الفاصل مشاهدينا الكرام حيكون معنا برضو واحد من أعضاء اللجنة، دكتور عبد القادر العاقب، حيكون سعد عبد القادر العاقب حيكون موجود معنا من خلال في الموعد. كونوا حاضرين ما بين المسادير والدبي، ابقوا معنا.
أهلا بكم متابعينا، مساء الخير عليكم مرة ثانية في هذه الأمسية، نتنسم عبير وجمال والسحر البادي الأخاز من خلال أمسيات مختلفة عبر برنامج رمضاني بعنوان أمير شعراء البادية. سعيدة جدا بالتواصل معكم عبر هذا المساء، برفقة ضيوفي دكتور محمد الفاتح أبو عقلة، وسعيدة بانضمام أيضا دكتور سعد عبد القادر العاقب، هو موجود معنا واحد من أعضاء لجنة أمير شعراء البادية. سعيدة بكم مرة ثانية، مساء الخير عليكم. مساء النور دكتور سعد، مساء الخير عليك. هي مساحات يمكن جمالية ومختلفة من خلال شهر رمضان، ويمكن الكثيرين بيترقبون إعلان الأمير أو أمراء شعراء البادية من خلال حلقة اليوم. انتظرونا في ختام الحلقة، بالتأكيد سنعلن عن هذا الأمير. سعيدة بكم مرة ثانية، وحادة طبعا بالدكتور سعد. نعم. مباشرة. مرحبا. وحنتحدث عن العديد من الأشعار المختلفة في سودان الحبيب وتطوير هذه الأشعار. إذا خصينا في هذه المساحة شعر البادية، إلى أي مكان وصل هذا الشاعر، وإلى أي مدى تطور في رؤيتكم أو منظوركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ميزات شعر البادية أو الشعر الشعبي عموما أنه يفقد رونقه إذا طرق التجديد، عكس الشعر الفصيح. الشعر الفصيح تطور من شعر الجاهليين الذي لا يجد من يتذوقه اليوم إلا دراسة، إلا في الدراسة. إذا استخدم شاعر فصيح في هذا العصر لغة الجاهليين ربما سخر منه المتذوقون والأدباء والنقاد. لكن العكس موجود في شعر البادية، كلما تبدى وتمسك ببداوته ازداد الناس إعجابا به. لذلك فهذه الميزة في الشعر البدوي أوجدت معضلة في المعايير التي يضعها الناقد أو المتذوق لتفضيل شاعر على شاعر أو نص على نص، كلها متشابهة إلا الضعف البائن الواضح في بعض الأشعار وعند بعض الشعراء الذين حاولوا أن يطرقوا باب شعر البداوة، ولكن لم تكن لديهم قدرات على ذلك، كجهلهم بألفاظ البادية وجهلهم بطبيعة البادية. فهذا هو ما نقل بعض الشعر البدوي إلى الحداثة، لكنه لم يبلغ في فحولته وقوته شعر البادية. لكن بعض شعراء البادية استطاعوا أن يطرقوا شعر فيه قضايا مهمة وقضايا تمس الإنسان والوطن وغير ذلك. هؤلاء الشعراء نظموا في هذه القضايا بلغة البادية، ولذلك وجد شعرهم انتشارا واسعا، وهم كثيرون. من الضروري أن أكون من ابن البادية أو ابنة البادية لكي أنظم هذا الشعر، شعر البادية. ليس بالضرورة أن يكون قد نشأ في البادية أو ولد فيها، ولكن إذا عرف لغتها من مخالطة البدو أو قرأ ذلك أو استمع إليهم، فإنه يتعلم كثيرا من ألفاظهم وينظم شعرا قريبا جدا من أشعار البدو لا يستطيع أن يبلغ درجتهم التي تسمى السليقة، لكنه ربما يقترب منهم في جودة النظم وقوة العبارة والتأثير. يعني قبل الفاصل بنتحدث عن المسادير، ووقفنا عن واحدة من الأنواع الشعرية الجميلة اللي هو شعر المسدار، وحتى يعني عرفناه. فضلينا الدوباي، وفي كثير من الناس بيقولوا الدوبيت الأكثر صحة في تناول هذه اللفظة. في هذا الموضوع نظر، واختلف الباحثون في هذا الأمر، وقديما أحمد السيد الهاشمي في ميزان الذهب، والنقاد قديما وعلماء اللغة ذهبوا إلى أن الدوبيت هذا لفظ فارسي من دو بيت، بمعنى
مقطعين من الشعر. نعم. دو بيت اللغة نعم. الفارسية القديمة. وهذا ثابت وجرى عليه النظر عند النقاد والأدباء على مختلف العصور، ولكننا لو نظرنا إلى الظرفية السودانية أو إلى البوادي السودانية نجد أن لفظ دوباي، وهذا الذي مال إليه الباحث الأصيل الطيب محمد الطيب رحمه الله بأنه كان أميل إلى دوباي من دوبيت. ومن خلال بحثي في بوادي السودان وبالتحديد في مناطق الدندر وسهل البطانة وجدت أن لفظ دوباي هذا قديم جدا وراسخ في المجتمع السوداني وفي مجتمعات البدوية القحة. وجدت أن دوباي غرفا جرايد دوبا، والدوباي أو التدوبت يعني التعبئة، والتعبئة هذه قد تكون هناك ما يسمى بالريملان بنيات البادية، لما يصل مناطق الحفائر بخط السعن اليابس ويدفع عن الموية إلى فم السعن أو القربة لأول حاجة ينبل السعن، وثم بعد ذلك يدفع عن الماء إلى فم القربة لتمتلئ، ده بيسموه التدوبت. ووجدت أن حركة البعير في الخب وفي السد وفي الدج وفي الكربيت غرفا جرايد ودوبة، فهذه الحركة منها جاء لفظ دوبت، متعلقة بإنسان البادية وبيئة البادية. فدوباي على وزن هوهاي وشاشاي وواواي ونوناي، فهذه كلها أنساق شعرية، وهذه الأنساق ليست لا مثيل لها في الشعر الفارسي القديم. أنا تحاورت مع باحثة فارسية كانت لها دراسة في شعر الأخ الصديق عبد القادر الكتيابي مليحة عطائي، وسألتها الباحثة مليحة عطائي عن هذا الدوباي، هل في الفارسية دوباي هوهاي شاشاي واواي نوناي؟ بل نظرت إلى 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 شعر الدوبيت الفارسي، وجدت أن الدوبيت الفارسي في بنائه الموسيقي الصوتي يختلف عن الدوباي السوداني، بمعنى أن هناك ثلاث مقاطع على روي ومقطع مغاير. نعم دكتور محمد الفاتح، فنحن أميل إلى الدوباي من الدوبيت. بستأذنك إحنا وكل الناس اللي بتتابعنا، نعم، ونطلب استراحة مع دكتور سعد في شواهد الدوباي، طالما جبنا سيرة الدوباي ونقدمها يعني هدية للمشاهد. طيب أنا عندي يعني رأي برضو في كلمة دوبيت ودوباي. هو الراجح أن هذه الكلمة فارسية انتشرت لنوع من الشعر يكون فيه الطابع الشعبي سائدا، وليس بالضرورة أن يكون له سمات الشعر الفارسي. يمكن أن نأخذ لفظة من لغة أخرى تكون عامة ثم يختلف المحتوى من بيئة إلى أخرى مثلا الرومانسية، هذا مصطلح أدبي عالمي، لكن لا يشترط فيه أن تكون أشعاره كلها من الأوروبيين الذين طرقوا هذا الفن أول مرة. حتى الدوبيت هذا فيه رومانسية وفيه واقعية وفيه رمزية، كل سمات الأدب الفصيح موجودة أو المدارس الأدبية موجودة في الدوبيت. وكلمة دوبيت الراجح أنها فارسية، دوباي سودانية اشتقت منها بعد ذلك، ثم تنوع هذا الأمر واختلف نمط الشعر بحسب البيئة. هناك أشعار شعبية في مضمار الدوبيت لكنها ضعيفة جدا، لأن تلك البيئات تنكر الشعر، تعتبر الشعر ضربا من الضلالة والسفة، وكان الملوك قديما يمنعون أبناءهم من قول الشعر، ولذلك كلمة مسدار ربما كانت من سدر في غيه أي ضلاله، والشعر مربوط به الضلال ومربوط أيضا بالجن والشياطين، كما قال أبو النجم العجلي: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. فالشعر عندما اقترن بالشياطين والضلال ربما جاءت منه كلمة مصدر، يعني مقولة الله الشعر ده فيه شيطان، دي مقولة صحيحة وقرين قرين. قال امرؤ القيس: أنا الشاعر المرهوب وحولي توابعي من الجن تروي ما أقول وتعزفه.
والعزيف هو صوته عزيف الجن. مصدار أيضا أشار صديقنا الدكتور خالد فرح إلى أن مصدار من سدرة أي ذهبة انطلق لا يلوي عليه صدر وورد. والسدرة خاصة في الرحلات تناسب هذا الأمر أن يكون المصدار من سدرة التي تعني صدر أي سافرة وذهبة تناسب هذا الأمر. فالكلمة يمكن أن تفسر من عدة على حسب البيئة على حسب الاستخدام وعلى حسب تفسر من عدة أنواع استخدام الكلمة برضو والموضوع والمكان ودي كل حياة بترتبط مع بعض. نعم حقيقة. نقف على هذه الشواهد نهدر المشاهدين قبل طلب طالب لكم. نعم. طيب إذا كنت تريد شواهد من الدوبيت أبدأ دكتور سعد. نعم. عندي ممكن تكون مصدر ولا غنواته هي مقاطع مربعات ممكن طيب. تكون مربعات لأنه المساحة الحقيقية دي مربعات. نعم. نظمتها 2015 كنت خارج السودان لأنه سمعت في بعض الوسائط وفي الإعلام أنه كبر المنشية اهتزة بسبب الجغور مش كده قالوا أنه في فيران حفرت كبر المنشية واهتزة أساس الكبري. فقلت زعت الكضبة من أمريكا لا الأندلسة في الفار القرم صبت حجر هرسة يا أهل العلم من للطبائع درسة دي جسارة الجقور أم خيابة كدسة في الدنيا مقدود محنا شداد وكبار شفنا الكبري بفعل الجقر ينهار يا سيدي الوزير رجاك كبار كتار بدل اسمنتي سوي المونة سم الفار يا جراح البلد أبيتي تب ما تبري من تالاكنا ممحوق كملان صبري يا ست الصبة إن درت يوما شكري بدل أسد الخلا سميني جقر الكبري. ده نموذج من اللي فيها كم مقطع لكن ما دلنا نأخذ زمن كثير يعني. تفضل دكتور. وأيضا من 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 شعري القديم الذي قمت فيه بتحية بعض الشعراء القدامى الأصدقاء لدي ما أقوله عن شعراء سهل البطانة وكانوا رفق لي ومنهم من رحمه الله رحمة واسعة ومنهم ما زال في قيد الحياة. أقول جمعت خيمة الحردلو وهي أسسنا خيمة الحردلو في عام 1992 واجتمع في هذه الخيمة عدد من الشعراء الكبار قام هل الفريق من الدغش والدلو جو قاصدين عديل لخيمة الحردلو في المزدار ودوبيطا ظريفا حلو أو دوبايا ظريفا حلو في الشاشاي حنين خاد كل شيء في محله فيها شعيت خبير شاعر معني كبارة وفيها التاي نم ويجاري فيه جبارة عبد الله الدكين بارز ولا بالضارة شاف عدلان توير قلب الوتر نقارة النور يوسف العفص المسادير سيدة بقرات بدبخيت ساقوها غش ما جريدة بفزع الله الجازم يقص ويعيد في الآخر تكون الشكرة تبقى قصيدة يا تاي الدغور عربك مشال هنقايم وتل الخيمة طاري كان صحيت كان نايم طاري العفة والعافية ومشالا حايم طاري جدوده للزامين تقال وهجايم البطحان طاها أديب لبيب ومدرب للسبحم جمالا فرض جوجا وطرب للنسام سرب للعنقريب حين غرب طنه وفقه ناو ليشوقنا ولا عرب والدشوب اللي في عازة ما إدغابة قال فارس نصال شامخ مع الدبابة في رأي السلام ظاهر معاه صلابة اليابة الصلح بن قرش لا الرقابة والدلبن يوسف ما نسيناك حاشا سيد جقل التجادع عانية دام مرشاشة الدوبيت سمع عندك ملانة بشاشة أخذر همك اللي بنعرفه دوبة وشاشة عم علي زول حصيف العرض وف حقوقة في كل المحافل سيرته زين زين منطوقة من قوم تجاه الضربة وفراسة وروقة صوت عنجن أصم حاشاه ما فرطوقة صوت عنجن أصم حاشاه ما فرطوقة القاسم بيجيب نمه ويسوق مزداره بالدرب القديم هام ببقنف وضياره قال في البادية شوف ضارب الكبد درداره غنى البالون طربان وعاجبه خداره
هذه مربعات قمت فيها بتحية الشعراء الرفقة الذين كانوا معي، ومنهم من رحمه الله ومنهم من لا زال في قيد الحياة. التحية لشعراء البوادي الذين قدموا يعني وما زالوا يقدمون وما زالوا يقدمون يعني ما يمثل قيم المجتمع السوداني ومفاهيم هذا المجتمع. احنا يعني برضو خلينا نجيب في واحدة من المحاور المهمة جدا. نعم. يعني ومن سامح نندرج الى الجوائز وبعد كده نعلن عن الفائزين، لكن خلينا نتكلم عن المواسم الجاية، الاستعداد لها. يعني انا شفت انه المرة دي انسان البادية في الولايات المختلفة عنده الكثير. نعم. محتاج انه يقدم. نعم. هذا الجمال الاخاص، جمال البادية في قوالب شعرية. نعم. هي يعني الفكرة بدأت في العاصمة هنا في الخرطوم، وفي البال انه الموسم القادم ينتقل الى بادية من بوادي السودان ان شاء الله، لانه في عدد كبير جدا من الشعراء يعني لم تتح لهم الفرصة للوصول الى الخرطوم والمشاركة في هذا البرنامج، ونحن نعتذر لهم لبعد المسافة ولظروفهم الحياتية، ومنهم من هو في مكان بعيد، ونحن نتعشم ان تأتي النسخة القادمة من هذا البرنامج في بادية من بوادي السودان، في الشمال، في الشرق، في الغرب، في الوسط، في الجنوب، ليتواصل الشعراء، يتحرك الشعراء إلى بادية من البوادي، وفي هذا تلاقي بين أهل السودان وتلاحم وترابط وتثاقف أيضا، وهذا هدف من أهداف هذا البرنامج أن يتم انصهار لهذه الثقافات. موضوع المسابقة، وانتوا الاثنين من أعضاء لجنة المسابقة، خلينا نتكلم عن الفرز ذاته، يعني إلى أي مدى ممكن يكون فيه معايير ومناهج محددة دكتور سعد؟ وعشان الناس في النهاية تصل للنتيجة اللي نعلن اليوم بكل مصداقية وبكل شفافية. معايير اختيار أمير الشعراء، أمير شعراء البادية، كغيرها من المعايير الأدبية المتبعة في الأشعار كلها إن كانت فصيحة وعامية، ولكل شعر خصوصيته. هناك معايير تقوم على الألفاظ. قد يستخدم الشاعر لفظة في غير موضعها، نعم، فهذا يؤخره عن غيره. أو قد يستخدم أو يصف شيئا بغير صفته، فهذا أيضا يؤخره عن غيره. والحقيقة عانينا كثيرا في فرز هؤلاء الشعراء وتصنيفهم وتقديم هذا أو تأخير هذا، لأن الأشعار متشابهة، ولا نستطيع إلا أن نقول أن كل الذين شاركوا في هذه المسابقة شعراء، كلهم شعراء، لكن تتفاوت مراتب الشاعرية، وقد يكون الشاعر صاحب دواوين كثيرة ومسادير طويلة جدا وشهرة، لكن ربما شارك في المسابقة بنصوص لم يوفق في اختيارها من كثرة شعره. صحيح. كثرة الشعر لم تتح له أن يختار. صحيح. النصوص. كذلك بعض الموضوعات الحديثة والأساليب الحديثة أيضا في الشعر. نحن بدأنا هذه المسابقة في لجنة التحكيم مع انتصار ثورة ديسمبر، لذلك هذه الحادثة أوجدت جوا نفسيا أثر على أو أثر في الشعراء، فكثير منهم اتجه هذا الاتجاه الوطني، وهذا لا يعد الموضوع لا يعد معيارا فنيا. قد ينظم الشاعر قصيدة وطنية، مصدار وطني في ثورة ديسمبر وغيرها من ثورات السودان، لكن يكون شعره ضعيفا، هذا لا يحق له أن يتقدم. وقد يأتي شاعر ينظم في غير الثورة ويكون شعره محكما ودقيقا وجاذبا، فهذا يحق له أن يتقدم. الموضوعية أيضا كان لها أثر في المعايير. ثم الوزن العام المعروف، الشعر البدوي له إيقاع معروف تحسه الأذن، ليس له قواعد كعروض الشعر العربي الفصيح، لكن إيقاعه تحس به الأذن، فإذا خرج الشاعر من ذلك الإيقاع أحس البدوي في البادية وهو يشاهد الشاشة أن هذا الشاعر أخطأ في الإيقاع من غير أن يكتب أو يضع قانونا لهذا الإيقاع.
كل هذه الأمور وضعناها كلها في الحسبان. نعم في الحسبان، وحكمنا بها النصوص التي سمعناها من هؤلاء الشعراء. نعم. وكانوا 50 شاعرا. نعم. وشاعرة. الآن بقي منهم 10 9 شعراء وشاعرة واحدة. نعم. تحية للشاعرة الواحدة. تحية للكنداكة. فكانوا عشرة. نعم. إحنا نعم. يعني في أمسية أمير شعراء البادية. في هذا المساء بالتأكيد عبر برنامج في الموعد، هي يعني أمسية خاصة لهذا الإبداع الأخاز أو لهذا الجمال المكون من أشعار البادية، اللي كان في شكل مسابقة في برنامج رمضان على قناة الشروق. نعم. وقام على أمره زي ما شفت مبدعين يعني. نعم. وبالتأكيد لجنة التحكيم، وبالتأكيد لجنة الفرز، وبالتأكيد القائمين على أمر هذا البرنامج، أنا بفتكر إنه دي يعني دي مجهودات كبيرة جدا، ومن خلالها إحنا بنتمنى الارتقاء بشعر البادية وكل أنواع الشعر السوداني في كل مكان. إحنا أسي دارين نحدد 10 الفائزين وندي كل زول حقه في أقل من ثانية، بيناتكم أنتوا الاثنين 5-5 كده، عشان في النهاية نقوم نعلن الأمير. هو لو سمحتي قبل تحديد العشرة، أنا داير أقول إنه يعني مراحل التنافس في شعراء أمير شعراء البادية، يعني التنافس مر ب ب ب بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها الشعراء الخمسون تنافسوا وقدموا أعمال مبهرة جدا، اللجنة جلست وقامت بتحكيم 50 عمل لتصل إلى 20 شاعر من 50 تصفية دي المرحلة الأولى. 20 شاعر أيضا جاءوا وتنافسوا أيضا في حلقات عبر خلال شهر رمضان لنصل إلى 10 شعراء. 10 شعراء أيضا جلسوا وفي عدد من الحلقات تنافسوا ليتم التمايز بينهم والتحكيم بينهم في هذه الحلقة. يعني هذه الحلقة لترتيب 10 شعراء ترتيبا يعني يميز هؤلاء الشعراء على حسب الدرجات التي حصلوا عليها. نعم. والمعايير لها درجات من كم؟ من كم الدرجات يعني؟ لها كانت الدرجات من الدرجة الكلية كانت كانت تقريبا 100 لكل نص. وبعد ذلك تفصل هذه 100 إلى معايير اللفظ المعنى هي الدرجة. الدرجة الكلية كانت 100. إذن 100 هذه تتوزع على على المعايير المختلفة. احنا عندنا 10 امراء، عندنا 10 عندنا امير عشرة. امير واحد عندنا امير واحد، ولكن انا يعني انا في اعتقادي انهم كلهم امراء، وله يعني كونهم خشوا في 10 زي ما عارفين احنا في اي مسابقه في اي امتحان بيكون عندنا 10 اوائل وهم 10 امراء، ولكن الامير الفائز الاحرز الدرجه الكبيره هو بيتميز عليهم. نعم. احنا حنبدا برقم 10. نعم. لحد ما نصل رقم واحد ونحطي كله زي حق ما فرزنا لسه. لا العشرة ايوه العشرة موجودين هاي. نعم. بعد ذاك حنفرز العشرة ديل بعد بعد ذاك نعلن نعلن الفائز. الان عندنا 10 شعراء هاي. يعني هم حنبدا بالفائز العاشر. العاشر لا ابدا لا لا ما العاشر ما العاشر العاشر ما هو ده هذا فوق تبدا من فوق. طيب العاشر علي الشكلي. علي الشكلي القصيدة هي قصائد، هي عدد الحقيقة عدد من القصائد، لم يشارك بقصيدة واحدة ولكن مر من خلال أو عبر من خلال المراحل الأساسية في نعم. والشعر البدوي يعني أصلا قدم في المرحلة الأولى عمل صعد به إلى المرحلة الثانية ثم إلى المرحلة الثالثة. شعراء البادية هنا لا يتخذون عنوانا للقصائد. نعم. عناوين للقصائد. أي نعم تلغى القصيدة هكذا. نعم. التاسع محمود ود المراد، محمد نور ود المراد. نعم. الثامن الثامن عثمان المبارك نايل. السابع ميادة الخضر الخنسابي التلمك. تحية لي. تحية لي ميادة. نعم. طيب السادس السادس جبر الله عوض السيد. الخامس عبد الله والضحوية. السابع الرابع الرابع عبد الله والدريس.
الثالث أيوب سليمان الفادني. والثاني علي قرشي. والأول عبد الله محمد الشريقاوي. عبد الله محمد الشريقاوي. حسب الله الشريقاوي. عبد الله محمد حسب الله الشريقاوي هو أمير شعراء البادية في هذه النسخة. في هذه الدورة في هذه النسخة من المسابقة. أي نعم. فله التحية والتهنئة. نعم احنا بنبارك له ونديكم مساحه برضو تباركوا له عبر هذا. نعم هذا هو سمو الامير والباقين ده الامراء. نعم. عبد الله محمد حسب الله الشريقاوي ايضا يعني انا اهنيه بهذا الفوز في هذه النسخه من امير شعراء الباديه. وهذا الامير على مستوى هذه الحلقه اي على مستوى الخمسين شاعر. حتى لا يظن ان هذه الاماره هي على مستوى السودان لانه هناك شعراء. هذه حقيقه. اي لانه هناك شعراء. هناك شعراء لم يصلوا. هناك لم يشاركوا وكذا. فنحن نبارك له انه امير شعراء الباديه في هذه النسخه من برنامج امير شعراء الباديه واستحق هذه الاماره لانه قدم مسادير وهو شاعر من الشعراء الذين يعرفهم المستمع السوداني ويعرفهم المثقف السوداني. ووالده ايضا محمد حسب الله شاعر كبير من الشعراء القدامى في منطقه البطانه. فله التحيه ولكل الشعراء التحيه لانهم قدموا اعمال رائعه جدا. احنا باسم تيم حلقه اليوم من برنامج في الموعد بنحيي سمو امير شعراء الباديه عبد الله محمد حسب الله الشريقاوي على هذا اللقب. نعم. امير شعراء الباديه متمنين التوفيق لكل الشعراء وكل الامراء اللي كانوا مشاركين في هذه المسابقه. نعم. احنا برضو دارين نحيي بقيه اعضاء اللجنه. نعم. حقيقة تحية للأخ الدكتور مزمل حسن يوسف. أيضا هو رجل يعني رجل أكاديمي رصين وباحث وشاعر أديب أيضا له العديد من الأشعار في مجال الشعر الدوباي. وهو باحث يعني رصين وأكاديمي جدير بأن يكون في هذه اللجنة. له التحية لظروف لم يحضر معنا في هذه الحلقة. أنا أحييه تحية خالصة لأن هذا البرنامج يعني تم تسجيله خلال شهر رمضان. صحيح. وكان التسجيل خلال شهر رمضان به نوع من من المشقة في الحضور والسفر والحراك وكذا، ولكن استعذب المقدمون واستعذب الشعراء هذا الحراك على ما فيه من رهق وما فيه من تعب. لعذوبة الأشعار وللجو الثقافي الرحب الذي كان ينتظم هذا البرنامج. شكرا لهذا الجمال. شكرا دكتور سعد عبد القادر العاقب وشكرا دكتور محمد الفارح أبو عادل على هذا الحضور وعلى هذا العطاء في هذا البرنامج الرمضاني أمير شعراء البادية. وبنبارك كذلك لسمو الأمير عبد الله محمد حسب الله الشريقاوي الفائز في هذا البرنامج بأمير شعراء البادية. تحية خاصة من فريق العمل. ما هي الجائزة طيب؟ سريعا كده. نعم هناك جائزة قيمة جدا للأمير ولي الشاعر أيضا الشعراء الثلاثة وأيضا لبقية الشعراء. هناك جوائز. نعم. أيضا رمزية. نعم. أو جوائز تقديرية. الجوائز الكبرى. الجائزة الكبرى للأمير. للثلاثة الأوائل. للثلاثة الأوائل. إذا نحن بنقول هنالك جوائز. نعم. عبر هذا البرنامج أيضا لسمو الأمير وللشعراء الأوائل الفائزين من بعد هذا الأمير. شكرا لكل الناس اللي تابعونا كل الناس اللي رافقتنا عبر هذا المشوار المسائي اللي كان مخصص لبرنامج أمراء شعراء البادية. شكرا من كل الناس اللي تابعونا وشكرا كذلك للتيم العامل وفي أمان الله.